مش هتصدق الطائر الصغير ده ليه بيأكل الطائر الكبير. قبل ما تعرف ليه لازم تعرف الاول قصة الطائر الكبير. مبدئيا الطائر ده هو طائر الوقواق، واحنا قلنا قبل كده ان امه نصابة لانها بترمي البيضة بتاعتها، بمعنى اصح بترمي ابنها في عش طائر تاني عشان يربيه بدلها وما تشيلش هي هم التربية ووجع الدماغ ده. صغير الوقواق اول ما بيفقس بيفضل عش وبيرمي البيض الحقيقي وعيال الطائر المخدوع الحقيقيين عشان ياخد الاهتمام لوحده. فالطائر المخدوع يا عيني مفكر ان البغل ده ابنه، وده لان البغل ده ابن النصابة بيقلد صوته بالظبط عشان يحبك الدور ويبين ان ابنه. الغريب ان العلماء عملوا تجربة على طائر الوقواق فاخدوه بعد ما فقس وهو صغنون ونقلوه ما بين الاعشاش، واتفاجئوا انه بيقلد صوت الام في اي عش يخش، يعني بسم الله ما شاء الله عليه يقدر ينصب على اي طائر ويخليه يربيه بدل ابنه. نصاب نصاب يعني. قولنا في التعليقات بيفكرك بيه.